نحن مسرورون بتعيين جوزيه مدربا ليونايتد. حينما ننظر إلى ما فعله وسجله كمدرب فإنه الأفضل. من تشيلسي إلى ميلان إلى مدريد استطاع تحقيق النجاح في كل مكان. إذن نحن الآن في مان يونايتد مسرورون للغاية، وأنا متأكد بأنه سيكون ناجحا في نادي مانشستر يونايتد. زلاتان لاعب رائع، علينا أن ننظر إلى أرقامه في الفرق التي لعب لها. حيثما لعب، مثلا في فرنسا على مدى سنوات، كان ناجحا هناك للغاية. هو شخصية عظيمة ولاعب عظيم، هو من ذلك النوع الذي يبحث عنه دائما نادي مان يونايتد. هل يستطيع أن يدخل بوابة أولد ترافورد ويخرج منها بالاحترام ويقدم اللياقة التي نعرف أنه قادر على تقديمها؟ هذه المرة الأولى التي يلعب فيها في البريمير ليج، هو لعب في بطولات أوروبية عدة، وطبعا القدوم إلى البريمير ليج يمثل تحديا مختلفا، ولكنني واثق بأنه سيلعب في مناسبات كبيرة. كونه يلعب لأول مرة ويعرف قيمة النادي الذي يمثله، فإنه سيجلب روح الانتصار إلى الفريق وشيئا جديدا مختلفا إلى البريمير ليج. أسعار اللاعبين في كرة القدم أصبحت مرتفعة كثيرا، فمثلا إيغواين الذي انتقل إلى يوفنتوس مقابل 99 مليون دولار، هذا مبلغ كبير جدا. الواقع اليوم هو أن حقوق البث التلفزيوني وتدفق الأموال على الأندية، هذه الأمور تسمح لها بشراء لاعبين. الأندية يمكن أن تطالب بمبالغ كبيرة مقابل حقوق البث، ولكن إذا نظرنا إلى لاعب مثل ميسي ورونالدو وقيمتهما المالية، بوجبا ليس جيدا في درجة ميسي أو رونالدو، ولكننا في القرن الحادي والعشرين، وكرة القدم أصبحت رياضة عالمية، والجميع يود أن يحظى بقطعة من البريمير ليج، هي البطولة الأكثر مشاهدة في العالم. إذن السعر الذي يعرض على بوجبا أعتقد أنه صادم للعقل. لقد كان الموسم المنصرم مثل القصص الخيالية، ولاعبو ليستر سيتي استحقوا الفوز بالبريمير ليج بفضل طريقة لاعبهم وإيمانهم وثقتهم بأنفسهم. رانييري أدى عملا رائعا كمدرب خبير بجعله أولئك اللاعبين يؤمنون بقدراتهم. لديهم لاعبون مثل محرز وفاردي اللذين يشكلان القوة الهجومية الضاربة للفريق، كما كان لديهم وحدة دفاعية صلبة استطاعت أن تحافظ على تماسك الفريق. ولكن هل يستطيعون تكرار النجاح الذي حققوه الموسم المنصرم؟ أعتقد أن ذلك صعب جدا، والسبب هو أن اللاعبين لم يتعودوا على اللعب في الشامبيونز ليج، ولديهم أيضا البريمير ليج، وهم طبعا الأبطال، وكل الفرق الأخرى دعمت صفوفها وقوت نفسها. إذن سيكون من الصعب على ليستر المحافظة على لقبه هذا الموسم. من النادر أن نرى ثنائياً رائعاً. حين ننظر في النظام أو في فلسفة اللعب هذه الأيام، فإننا سنرى الاعتماد على مهاجم صريح واحد فقط، أي بالاعتماد على قلب الهجوم رقم 9، ورائه لاعب وسط مهاجم أي رقم 10. في أيامي لعبت مع أندي كول كشريك، لكن يجب أن لا ننسى أيضاً تيدي شيرينغهام وأولي جانر. كنا زوجاً ثنائياً ونجحنا، ولكن كان معنا أيضاً فريق يلعب في وحدة متكاملة. من الصعب إيجاد ثنائي في وقتنا هذا بسبب تغير الزمن. The best player in the world right now, I love Messi and I love Ronaldo. بالنسبة لأفضل لاعب في العالم، أنا أعشق ميسي ورونالدو. إنهما قد لمعا لسنوات عديدة، والاثنان سيطرا على جوائز الكرة الذهبية في الأعوام الماضية. هذه السنة سيكون التنافس بينهما محتدما بالنظر إلى ما حققه رونالدو لبلاده. فحتى فيغو الذي هو صديق حميم لي لم يتمكن من فعل ذلك. رونالدو استطاع رفع الكرة البرتغالية إلى مستوى عال. إذن أنا أعطي الأفضلية لرونالدو. ميسي أيضا نستطيع أن نرى ما فعله مع الأرجنتين، لكنه أخفق مرة أخرى في كوبا أمريكا، كما لم يكن محظوظا في منافسات كأس العالم. رغم كل الجوائز التي حصدها مع ناديه برشلونة، هذه السنة رونالدو تجاوز ميسي. إذن الكرة الذهبية سأمنحها لرونالدو، ولكن ميسي قريب منها كثيرا. الحارس بيتر شمايكل، باولو مالديني في وسط الدفاع، باريتزي أيضا، روبرتو كارلوس، كافو المدافع الأيمن في الوسط، سأختار يوهان كرويف، بلاتيني، دييغو مارادونا، زيدان، بيليه، والهجوم رونالدو البرازيلي. لكن هناك أيضا رونالدو البرتغالي وميسي، من الصعب جدا الاختيار. أريد أن أضع الجميع في الفريق، ولكن حينما أرى أنني قد أضحي برونالدو وميسي مقابل بيليه ومارادونا، هذا صعب.